صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 8 أيار، وهو اليوم المنتظر لدى البيروتيين والبقاعيين للتعبير عن رأيهم الحر وعن نهج مدينتهم للسنوات الست المقبلة بانتخابات البلدية. اليوم تقارير كتير رح منكون على موعد معها، والمشاركة النسائية بالانتخابات البلدية بمحطة خاصة مع ضيوفنا لليوم سيلفيا العظم الحاج، مرشحة على رئاسة المجلس البلدي ببسكنتا، والإعلامية ريبيكا أبو نادر وهي مرشحة عن عضوية المجلس البلدي أيضا ببسكنتا. إنما البداية رح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ محمد غازي، صباح الخير. صباح النور، كيفك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا. يا لقيك بعدك بالشغل، مش نازل تنتخب؟ بلا، بس مخلص رايحين. يلا تفضل، قلنا كيف أحوال الطقس لليوم وكيف رح يكمل كمان لبكرة. إجمالا الحالة العامة، الطقس بلش يستقر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط. لليوم الأحد هو غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى الحرارة مثل ما هي على الساحل. نعم. التنين والثلاثة في قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفع كمان مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يعني بكرة في ارتفاع وبعد بكرة كمان في ارتفاع. نعم. الحرارات على الساحل اليوم من 15 ل 26، فوق جبال 10 ل 17، بالأرز من 5 ل 10، وبالداخل من 11 ل 21 درجة. نعم، وقت ترتفع قد بتوصل بكرة؟ بترتفع لها يعني شي درجة درجتين هيك، بيصير بتوصل لل 27 ماكسيموم اجمالا. نعم. على كل حال نحن بكره بنرجع بناخذ تفاصيل اكثر عن طقس كم يوم الجايين، بنتشكرك على كل هالمعلومات. جوال صباح الخير. صباح الخير جوال لك، للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. يعني جو حماسي جدا ببيروت باول نهار بالانتخابات البلديه، رح نعمل جوله على ابرز عناوين صحف يلي صدرت اليوم بهذا النهار. مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف داريان رح يدلي بصوته ورح ناخذ منه تصريح. صباح الخير. بدنا نسمع كلمته، فإذا خلينا ننتقل مباشرة. يعني أن يمارسوا هذه العملية الانتخابية بكل هدوء وبكل تروي، لأننا نحن أبناء العاصمة، نحن أبناء حضارة، أبناء العاصمة، أبناء التعايش، أبناء المحبة، أبناء السلام، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على هذا اليوم الانتخابي الطويل إن شاء الله. سمحت المفتي، يعني دائما في حديث بالعاصمة بيروت عن ضرورة الحفاظ على التوازن الإسلامي المسيحي، هل هذا التوازن برأيك سيحافظ عليه اليوم؟ أنا أتمنى هذا الأمر، لأنه كما سبق وأن قلت إن بيروت متنوعة ومتعددة، وهي بالطبع على صورة لبنان، الوطن المتعدد والمتنوع. وطبعا يعني أهل العاصمة كانوا دائما يحافظون على العيش المشترك وعلى وحدة مدينتهم وعلى تنوعها. أنا أطلب بأن يكون هناك يعني اهتمام بهذا الموضوع، وليكن الاختيار المجلس البلدي منصفة بين المسلمين والمسيحيين. هل ترى أي جانب سياسي لهذه المعركة؟ طبعا هذه المعركة كما لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أنها أخذت اتجاه سياسي وأخذت أيضا اتجاه إنمائي. أنا أقول دائما أنه لا داير في الاختلاف السياسي، بشرط أن يظل هذا الاختلاف تحت سقف مصالح بيروت وتحت سقف ما تحتاجه بيروت من إنماء وتطوير. شكرا. شكرا لكم جميعا. إذن مثل ما سمعنا سماحة الشيخ عبد اللطيف داريان من بعد ما أدلى بصوته مفتي الجمهورية اللبنانية،
وسمعنا انه رايه انه لا ضير او لا ضرر بالاختلاف السياسي على شرط انه يصب بمصلحه بيروت الانمائيه والاجتماعيه. رح نعمل جوله على ابرز ما كتبته الصحف صباح اليوم، وبنبدا مع صحيفه الحياه. اعاده هيكله شامله للحكومه السعوديه، قرارات تواكب رؤيه 2030، ابرز معالمها اعفاء النعيمي، الغاء وزاره المياه والكهرباء، وانشاء هيئتين للثقافه والترفيه. الخلاف يعلق مشاورات الكويت، وخرق للهدنة على مختلف الجبهات، الحوثيون يطالبون بوقف الغارات قبل الموافقة على الانسحاب. الحريري سعى في بيروت لتكريس التيار السني المعتدل، الانتخابات البلدية تلهي اللبنانيين عن الأزمات. مقتل وجرح 34 مستشارا إيرانيا قرب حلب، روسيا تعلن تمديد الهدنة 3 أيام. لندن المتنوعة عرقيا اختارت العمدة المسلم، العمال يستعيد العاصمة من المحافظين، وبريطانيا تتطلع للاستفتاء الأوروبي. من الحياة إلى عناوين صحيفة المستقبل، البيارتة يختارون اليوم، سلام متضامن مع الحريري لحماية بيروت وأهلها، وبصورة رئيسية لافتات انتخابية من الطريق الجديد. ضمن حديث البلد قباني، الحريري أرسى ديمقراطية المشاركة في بيروت. مقتل 13 مستشارا للحرس الثوري، وولاية يرسم الأسد خطا أحمر، يوم دام لإيران في حلب. ضمن مخاتير وبلديات، لائحة البيارتة ضمانة المناصفة وخيار بيروت. مزرعة يشوع، الأحزاب تغسل يديها ولا تغيب. السعودية هيكلة شاملة للحكومة وفقا لرؤية 2030. مسلم رئيسا لبلدية لندن، وليستر بطلا للدوري. وبختم بقلم بول شاول ومقال اليوم بعنوان من إمارة العبسي إلى خلافة البغدادي. من المستقبل جولتنا منتابعها مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط يلي كتبت اليوم بعنوانها الرئيسي رؤية سلمان، وبالعناوين الفرعية التابعة له تعديل 5 وزارات ودمج واحدة وإعفاء 6 وزراء وتكليف 3 منهم بحقائب جديدة، تغيير اسم وزارة النفط إلى الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لأول مرة هيئة عامة للترفيه. وزارة للطاقة والسياسة النفطية للسعودية لا تتغير. قوات الأسد تفشل في اقتحام سجن حماة، وأحد السجناء إما نموت أو نخرج إلى الحرية. مذبحة للحرس الثوري بحلب وسخط في إيران. بعلبك تتمرد على حزب الله وأم المعارك في بيروت. لبنان امتحان للقوى السياسية مع انطلاقة الانتخابات البلدية. التحق ببي بي سي عام 1952 وأصبح مقدما لبرامج الطبيعة حول العالم. بريطانيا تحتفل بأشهر مذيع تلفزيوني في عيده 90. مع صحيفة الشرق الأوسط بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف، لننتقل إلى عناوين المجلات السياسية الأسبوعية، وبنبدأ مع الأفكار وبأبرز ما كتبت هالأسبوع. زحل مدينة مزينة بنسوانها في الانتخابات البلدية، مريم سكاف نكون أو لا نكون. الوزير وديع الخازن، أي مس في مدة ولاية رئيس الجمهورية يجعل الدستور عرضة للشبهات. جمال عتاني رئيس لائحة البيارتة، برنامجنا خارطة الطريق لاستعادة ثقة الأهالي والمؤسسات. حلم التغيير البلدي عند نادين لبكي، أوراق بنما تفضح تورط مسؤولين كبار. دور للرئيس المصري من أجل لبنان مع المملكة السعودية، وضغط من أوباما على إيران، حلب تحت رحمة الفيتو الروسي. هل ينجح دمستورة في إتمام مرحلة سوريا انتقالية بدون بشار الأسد؟ ودايما في الأفكار، التباعد بين بر وعون إلى ازدياد، ومبادرة نصر الله لجمعهما دونها الاستحقاق الرئاسي. مواقف سياسية متناقضة عززتها الخلافات حول الرئاسة وقانون الانتخاب وغياب الاهتمامات المشتركة وتداخل في التحالفات والخيارات. رئيسة الكتلة الشعبية السيدة مريم سكاف، صبيحة المعركة في معركة البلدية في عروس البقاع، أنا أرزة صامدة للدفاع عن زحلي. ننتقل إلى المسيرة وبعناوين عنوان الغلاف زحلي، وبأعلى الرسم صورة لسيدة العذراء مريم، سيدة زحلي الحامية عروس البقاع. عم نشوف الصورة وبأبرز العناوين، ألا عون معركتنا مفصلية ورأس حربتها عون وجعجع، المطران ثابت تفاهم القوات والتيار خطوة تاريخية، فرعون جعجع والحريري معبر إلزامي لأي اتفاق رئاسي.
زحلة معركة 8 أيار تعتبر المعركة اليوم في زحلة ضد التفاهم المسيحي الواسع الذي يقتصر التفاهم على مستوى لبنان، لذلك تجري محاولة حصاره في زحلة كما حاصرها النظام السوري في الماضي. ننتقل إلى عناوين الشراع مرة ثانية حتى يتحول حلم محمد بن سلمان إلى علم. النائب دوري شمعون عون ناكر للجميل ونحن أمام معركة في دير الأمر. عون وجعجع عودة الجبهة اللبنانية. وأيضا في عناوين الشراع بمشاركة الأسد وإيران وروسيا، حلب جريمة ثلاثية الأطراف. فلتستعد السعودية المبادرة من الحلف الإيراني الروسي الإسرائيلي. الانتخابات البلدية معارك أحجام واصطفافات جديدة، لا مفاجآت مزلزلة متوقعة، والمرجعيات تدير معركة تأكيد أرجحياتها. هيدا إذن كان العنوان الأخير ضمن جولتنا على العناوين السياسية. بننتقل مباشرة عند زميلتنا وردة. اليوم المجالس بالأمانات بأول نهار للانتخابات البلدية. صباح الخير ست وردة. صباح الخير جوال، ويعطيك العافية. أخبار الصباح وأنت كمان أكيد. حبركم إنه شوارع بيروت اليوم كتير حلوة، والبيارتي محمسين جدا جدا جدا. نعم. أنا وجاي على الإذاعة، الشوارع تفتح القلب. صحيح. فتفضل على الصندوق الديمقراطية رجع دوق. أما في العناوين الأخرى، أيام بلدية عقبال الرئاسية والنيابية. مزبوط. ولكن عم تتقاتلوا عم اختار ومغيبين صدر الدار. سؤال، هيدي بلديات أو جمهوريات؟ العنوان الأساسي إن ما يا سادة يا كرام ما بلاش أحجام، وفي اللقاء رؤية بلدية، مفهوم البلدية وأرقام بلدية مع وزير سابق للمالية الدكتور جهاد أزعور ضيف المجالس بالأمانات. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. إلى اللقاء ست وردة، يسلم تمك، كتير مهضومة كيف بتلب العناوين بالحلقة، يعطيك العافية. مزبوط، الكل مدعو للانتخاب اليوم لاستعادة دوره الديمقراطي على أمل أنه يمرق هالنهار على خير وسلام. وطبعا تلفزيون المستقبل رح بيواكب النهار بكل تفاصيله. بريك ونرجع. المؤهل جهاد ابو زكي معنا من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير لناخذ فكره استثنائيه اليوم عن الطرقات باول نهار للانتخابات البلديه. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بعتقد عجقه ناس مش عجقه سيارات اليوم. نعم، لحد هلا حتى عجقه الناس خفيفه، والسير ما في عجقه نهائيا عم داخل بيروت الثلاثه وضمن شوارع العاصمه. حتى اللحظه ما في عجقه سير بالنسبه للطرقات. بالنسبة. نعم. لحركة السير، وفي حركة ناس مثل ما ذكرت حضرتك أمام مراكز الاقتراع على المدارس. صحيح، في أي إجراءات استثنائية، تسكير طرقات، تحويلها إلى غير مسار اليوم بمناسبة الانتخابات؟ بالنسبة للطرقات ما في أي تحويل، ما في شيء، أي تدابير استثنائية للطرقات. أما بالنسبة للدراجات النارية، نعم، صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل المحافظات، يمنع سير الدراجات النارية اعتبارا من الساعة 7 من تاريخ اليوم حتى الساعة 12 يعني ليلا، يعني حتى الثانية 10 ليلا. نعم. لكل مرحلة انتخابية، بيستثنى من هذا القرار الدراجات النارية العائدة للأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمصالح. نعم. هذا بالنسبة ل يعني هيدا القرار يؤخذ وينفذ بكل يوم انتخابات، يعني من هلا لثلاث احدات لقدام. نعم. نعم. صحيح. من نعم. الساعة 7 لغاية الساعة 12 ليلا من كل مرحلة انتخابية، أربع مراحل انتخابية كل أحد. نعم. وحوادث السير؟ حوادث السير، إحصاءات حوادث السير لفترة ال 24 ساعة المنصرمة، مجموعة 7 حوادث نتج عنهم قتيل و12 جريح للاسف. نعم. نعم، هيدا كل شيء. اوكي، شكرا لك المؤهل جهاد ابو زكي، يعطيك العافيه. اكيد بنحكيكم بكره، واذا كان عم بيقول انه الطرقات يمكن بعدها خفيفه، بعده نهار باول وبعد بكير، والكل مدعو انه ينزل وينتخب اليوم. حول اجواء الانتخابات ناخذ مباشره اتصال مباشر مع زميلنا ربيع شنطف يلي موجود بقلم مدرسه شكيب ارسلان. صباح الخير ربيع، يعطيك العافيه. كيف بتوصف المشهد ببدايه نهار الانتخابي؟
يعني بالحقيقة بدأ المواطنون والناخبون في بيروت التوجه إلى صناديق الاقتراع، البعض يعني فضل الوصول باكرا تلبية لدعوة الرئيس سعد الحريري بضرورة النزول عند 7 صباحا. وأيضا خلال النهار من المتوقع أن تتزايد شيئا فشيئا يعني الوفود المواطنين الذين سيأتون إلى مختلف أقلام الاقتراع في العاصمة بيروت لاختيار 24 عضو لمجلس البلدي طبعا، وبالإضافة إلى المخاتير الذين يتوزعون على 12 منطقة في بيروت. عدد الناخبين أكثر من 450 ألف ناخب في العاصمة، ومن يعني في الأيام أو في الدورات السابقة كانت نسبة الاقتراع تتراوح بين 20 و25%. هناك دعوات إلى ضرورة أن يعني يتزايد عدد الناخبين في هذا اليوم، خصوصا وأن المعركة في بيروت تأخذ طابع سياسي. وطبعا هذه الدعوات التي كان ركز عليها الرئيس الحريري، وأيضا مختلف اللوائح وأعضاء هذه اللوائح السبع. هناك لائحة ليبيرتي مكتملة من 24 عضو، ولائحة بيروت مدينتي أيضا مكتملة، بالإضافة إلى لوائح أخرى غير مكتملة طبعا، توصلا إلى 24 عضو للمجلس البلدي. بطبيعة الحال رئيس لائحة ليبيرتي جمال عيتاني سوف يدلي بصوته عند 8:30 من يعني تقريبا في مدرسة عمر فخوري قرب المدينة الرياضية، وسيكون بجولة خلال هذا النهار. الأمر نفسه ينسحب على العديد من الشخصيات السياسية البيروتية التي ستدلي بصوتها خلال هذا النهار. سأحاول الحديث إلى رئيس القلم. يعطيك العافية، كيف عم تشوف يعني الإقبال؟ في إقبال هلا بعد الصبح مثل ما بتعرف، الإقبال خفيف بس العملية ماشي بكل سلاسة. فتحنا الصندوق الساعة 7 مثل ما بيقولوا القانون، كان الصندوق فاضي قدام مندوبين، وبلشت العملية المشايف واحد ورا التاني عم بفوتوا. قديه صاروا لهلا؟ عندك إحصائية بعد لهلا؟ صار تقريبا 11 واحد ناقص 605، يعني بعد بكير. نحن انه نسبيا يعني مقارنه مع الدورات عادي عادي طبيعي، الوضع كثير طبيعي، ولا الناخبين عم يفوتوا بكل سلاسه مثل ما كان يصير. بس هلا الظهر شوي بتقب، وبعد الظهر بتعجق اكثر، هيك متوقعين. طب كيف الاجراءات؟ المندوبين عم يتسهل وصولهم؟ عادي عادي، كل المندوبين فاتوا بكل سلاسه، ما في اي مشكله، وقعدوا اخذوا محطرحهم ورح يشاركونا بالفرز اخر الليل كمان. كان في شكوى انه مندوبين ما قدروا يفوتوا؟ ما علمي، ما بعرف. بس نحن كان عندنا مشكله كرؤساء اقلام بالباركينج، يعني برمنا البريستول والمنطقه كلها قدرنا صفينا، هي المشكله اللي واجهتنا. شكرا لك جوال. هناك اجراءات امنيه مشدده في مختلف احياء العاصمه بيروت، الجيش اللبناني بطبيعه الحال يتواجد بكثافه بالاضافه الى القوى الامنيه، وهناك يعني طبعا يعني الامور هادئه وطبيعيه، وسنوافيكم باي تطورات خلال هذا النهار. نعم يعطيك العافية ربيع. رح ننتقل مباشرة إلى مراسلتنا بزحلة مها حتيت. صباح الخير مها، بدورك رح نرجع نسألك كيف الأجواء بزحلة اليوم؟ نعم جوال، يعني لافت بزحلة انه رغم انه الوقت لا يزال باكر، الا انه هناك حركة اقتراع لافتة يعني على صناديق الاقتراع. يبدو ان اهالي زحلة يعني يبدأون نهارهم الانتخابي هذا الطويل منذ الساعة 7 صباحا، يعني هم فعليا بدأوا بالتوجه الى صناديق الاقتراع. ويمكن يعني نشبه المشهد اليوم بانه يعني يشبه انتخابات نيابية من حيث الحماسة لهذه الانتخابات والمشاركة الكبيرة التي نشهدها على أقلام الاقتراع. كنا ذكرنا سابقا جوال أن نسبة الاقتراع عادة تبلغ بزحلة حوالي 65%، ويبدو أن اليوم أيضا ستصل إلى هذه النسبة بسبب الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع. طبعا الماكينات الانتخابية للوائح الثلاثة المتنافسة في زحلة متواجدة بكثافة، هناك 3 لوائح تتنافس اليوم، لائحة الكتلة الشعبية وهي لائحة زحلة الأمانة برئاسة يوسف سكيف، لائحة
ساحة التحالف يعني تحالف الأحزاب المسيحية بين القوات والعونيين والكتائب برئاسة أسعد صغيب، وهي لائحة زحل الإنماء إنماء زحل، وأخيرا لائحة زحل تستحق والتي يرأسها موسى فتوش وهو شقيق الوزير السابق أنقولة فتوش. هذه اللوائح الثلاثة تتنافس منافسة حامية وحادة في زحل، خصوصا أن يعني لكل طرف يريد أن يثبت نفسه كقوة في هذه المدينة يعني للأيام اللاحقة وليس فقط في هذه المعركة، لأن من يفوز اليوم سيكون له حيثية أكبر في هذه المدينة. إذن هذه اللوائح الثلاثة تتنافس، علما أنه لا يمكن أن يكون هناك معلومات أو تأكيدات عن حسم أي لائحة لهذه المعركة إلا مع تقدم ساعات النهار. وطبعا يحكى هنا عن عمليات تشطيب من الممكن أن تحصل بسبب وجود عدد كبير من يعني الخلافات التي تدخل بين العائلية والسياسية. هذه انتخابات بلدية تدخل فيها الحسابات العائلية كما الحسابات السياسية، لذلك لا يتوقع للائحة واحدة فقط أن تكون هي الفائزة والتي تحظى بجميع أصوات أهالي زحل، لكن هذا طبعا ما يعني سينتج عنه في صناديق الاقتراع مع إغلاقها. نعم جوال، يعطيك العافية مها. أكيد رح نكون بناء المباشر من كل المناطق اللبنانية اليوم يلي عم تشهد النهار الأول من الانتخابات البلدية. بنرجع منكرر الدعوة، الكل لازم ينزل يقترع ويمارس حقه الديمقراطي. نحن بدورنا بأخبار صباح رح نكون بناء المباشر لصدور أي جديد لنكون على علم فيه. بريك جديد نرجع نتابع أخبار صباح لليوم، خليكن معنا. صباح الخير. اليوم الاستحقاق البلدي بالسهل وبالعاصمة، وأبناء بيروت أمام خيار المناصفة والعيش المشترك أو الدخول بمراهنات غير محسوبة. لائحة البيروت هي تكملة لنهج بدأ من أعمار بيروت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واليوم البيروت من المزرعة إلى طريق الجديدة والأشرفية رح يختاروا الحفاظ على نسيج العاصمة والإرث الحضاري والإنمائي والثقافي، بعيدا عن الشعارات الرنانة لهوة السياسة، حتى تبقى بيروت لأهلها. ومن بيروت منطلع على بسكنتا. صباح الخير، صباح ضيفتانا لليوم، أهلا وسهلا فيكم. سيلفيا العظم الحاج مرشحة على رئاسة المجلس البلدي ببسكنتا، والإعلامية ربيكا أبو ناظر مرشحة على عضوية المجلس البلدي كمان ببسكنتا. بيكبر قلبنا فيكم، عن جد أنتم مثال للديمقراطية بالمجتمع يلي لازم يكون متوازن. شكرا. رح بلش معك رئيسة، بليك رئيسة ولا هلا منبلش بالعضوية؟ كيف تشجعتي يعني مرأة عم بتخوض معترك سياسي بخطام مجتمع ذكوري؟ نحن منعرف. بدي أقول لك شيء، نحن من أول من زمان من 30 سنة نحن عم نخوض الشأن العام. ومش جديد علينا يعني، بس هلأ فرضت علينا، جبرنا بدنا نقلع. فرضت لانه المراه مش ما بتعطى ما بتع ما بيعطوها ال شو بيقولوا الدور، ايه لازم هي تاخده هي بايدها، اذا هي ما نزلت على الساحه ما فيها. طب برايك قدام هيئين العالم وخصوصا ببسكنتا انه ينتخبوا امراه مش على عضويه المجلس البلدي على رئاسه المجلس؟ لا نحن تقدمنا كثير وكلهم متقبلين هالشيء جديد، وبالعكس هي شغله جديده لبسكنتا ومبسوطين، كل العالم مبسوط. ربيكا مش أول مرة. لا مش أول مرة، بس أنا تالت مرة بس كنت تسمحوا لي أول شيء حي اليوم الحياة الديمقراطية بلبنان، لأنه الكل آخر تكي بعده قايل ما في انتخابات بلدية واختيارية، فأنا اليوم بدي أقول انتصرت الديمقراطية، وعبال ما يصير عنا رئيس جمهورية ومجلس نيابة وتنتظم مؤسساتنا يعني هيدي بالبداية. وأكيد بدي أوجه تحية للنساء اليوم المرشحات ولكل الناخبين والناخبات وين ما كانوا، وان شاء الله كل الامور بتكون على خير. اكيد لا مش اول مره، اول مره كانت بالصدفه يعني بال 2004، ولما ترشحت لدور المراه في بلدي مثل بسكنتا يلي هي بسكنتا مدينه تعتبر، والحمد لله اهالي بسكنتا عطيونا الثقه. المره الثانيه دخلت يمكن السياسه شوي، ما توفقت بس ما اعتبرت حالي خسرانه لانه اللي ربحوا بمثلوني،
وهالمره وانت عم بتمثل كتار كمان يعني شكرا. حتى لو ما كنت داخل المجلس البلدي الا انه انت من خلال برنامجك التلفزيوني ومن خلال عملك الانمائي عم تقدر يمكن كمان تفيد بسكنتا وباقي المناطق طبعا. من خلال الاتصالات اللي بتورد على برنامجك شو اكثر شيء البلديات بحاجه له اليوم؟ الانماء، يعني اليوم لما بعد السياسه عن البلديات، لانه البلديه هي السلطه المحليه وهي المعنيه من ابسط الامور لاكبرها. إذا عرفنا اخترنا منكون عم نختار لبلدتنا ولمدينتنا الأفضل. يعني ما عليه، أنا بدي أدعي الكل اليوم وين ما كانوا موجودين، وإن شاء الله ب15 شهر ببسكنتا وبغير بسكنتا، يتوجهوا على صناديق الاقتراح ويصوتوا حتى ولو ورقة بيضة، ولكن بيكونوا عم يعطوا كمان رأيهم، يعرفوا أنه هم البلدية هو الإنماء. وإذا سيلفيا ولا أنا ولا أي ست ولا أي مرشح اليوم رشحين، لا رايحين للخدمة العامة، رايحين لنعطي من عنا شو عنا، حتى نضيف كمان قيمة مضافة على مدننا وبلداتنا وقرانا. نعم. مدام سيلفيا، قلت انه صار لك 30 سنة بالشأن العام من خلال اكيد الجمعية. لا، كان زوجي طبيب وكان يتعاطى الشأن العام، بس نحن كنا بالكواليس. بقى هلا قررنا الواجهة، نكون بالواجهة. طب برأيك المرأة فيها تعطي للبلدية أكثر من الرجل، أو هيك رح يكون في روح أنثوية؟ إيه، رح يكون في روح أنثوية، بس كمان هي مناصة في الحياة. نحن يعني مش رح ناخذ دور الرجل بالكامل، بالعكس، لأنه هو كمان له كثير أهمية، بس كمان لنا وجودنا نحن كمان. طبعًا. قديش برأيك في عندك نسبة ربح؟ قديش متأملة؟ بكره الصندوق يعني بمعنى ثاني. قديش برايك الناس عندها ثقة تنتخب سيده على رئاسه عضويه رئاسه مجلس؟ بعتقد في بورسنتاج قوي كبير. خي بعتقد. نعم. بكره بنشوف ان شاء الله. قديش اهميه تشارك المراه بالاعمال الانمائيه بشكل عام والبلديه هلا بالانتخابات؟ كثير مهم. وين اهميتها؟ كثير اهميتها هي انه المراه لها دورها وما عم بخلوها تبين، لازم تبين، ضروري تبين، وخصوصا بالضيعة. يعني نحن بسكنتا مدينه مش ضيعه، يعني مدينه. صح. اول مره امراه بتترشح لرئاسه بسكنتا؟ كرئيسه. نعم. فيها مغامره؟ اكيد فيها مغامره. شو أول شيء رح تعمليه إذا طلعت رئيسة؟ أول شيء شو رح أعمل؟ رح أشكر أهالي بسكنتا على ثقتهم، وأهم شيء بدنا نمشي الإنماء بالضيعة لهالستات اللي موجودين فوق، يقدروا يلقوا فرص عمل، يشتغلوا. رح تتوسع أكثر بالستات؟ أكيد يعني أكيد هذا أكيد أهم شيء، هذا أهم شيء، لأنه في كثير ستات عن جد ما فيهم ينزلوا على المدينة، بهمهم يشتغلوا ويكون عندهم شيء مردود لإلهم وينبسطوا إنه بعضهم بقلب بيتهم وعم بيقدروا يعطوا. هذا شيء مهم كثير. نعم. ربيكا، بالمقابل في سيدات كمان مرشحين ان كان على عضويه او للاسف لا، يعني نحن سيلفيا وانا مرشحين بليحه، واللائحه المقابله لليحتنا نحن، يعني بالنسبه لنا هي لائحتنا هي الرؤيه الانمائيه بسكنتا الوفيه، بسكنتا القويه. مقابلنا في لائحه ما فيها عنصر نسائي ابدا ابدا، لا عضويه ولا رئاسه، ولا عضويه ولا رئاسه. للأسف. وبالعكس نحن، انا هون بدي ادعي السيدات واهالي بسكنتا انهم بالنتيجه يصوتوا لانماء بسكنتا، يصوتوا لبسكنتا اللي هي دائما قويه، لانه بسكنتا هي يعني منا ضيعه عاديه. هلا نحن بطريقه غير مباشره عم نعمل دعايه لبسكنتا، بس نحن عم نضوي معك اكثر على المشاركه النسائيه بالمجال الانتخابي. بتعرفي جوال، بالكوتا النسائيه بالبلديات ما منا موجوده الكوتا بالبلديات، يعني ما انعملت بقوانين الانتخابات البلديه والاختياريه، انعملت اكثر يمكن للنيابيه. وهيدي فرصة اليوم أمام كل السيدات أنهم يترشحوا على البلديات. ليه؟ لأنه المرأة بتقدر تعطي في أمور. أنا من تجربة بالبلدية، غير تجربتي بالحقل الإعلامي اليومي بالبلدية، المرأة بتشوف شيء الرجل ما بيشوفه، ما بيشوفه مش عن قصد، بس في أمور المرأة بتحط التاتش تبعها فيها مهمة بكل الأمور، يعني من أبسط الأمور، من النظافة للترتيب لتنسيق، لأنه المرأة بطبيعتها بتبلش للأمور تفاصيل صغيرة كتير مهمة. يعني أنا كنت عضو نسائي بين 14 عضو بلدي رجل، كنت مغنجة بقدر قلكم، بس كمان أنه لا، المرأة إلها دور ببسكنتا، والمرأة البسكنتوية عندها كتير طاقات وعندها كتير قدرات، ونحن
دور سيلفيا ودورنا ان نمكن اكثر هذه القدرات، لانه حرام ما يكون هي كمان عم بتساهم. مثل ما قلت انه مش عن قصد ما بيشوفها، بس بطبيعته لانه رجل وبطبيعتها لها كمان يمكن في امور هي ما بتشوفها بيشوفها الرجل. مشان هيك ضروري انه يكونوا موجودين اثنينهم بحيلا حقل ليكملوا بعض. كنا عم نقول تحت الهواء انه بال 2010 ارتفعت نسبه المشاركه النسائيه بالمجال السياسي من 3 الى 10% الى 6%. وهلا عندكم فكره عن نسبه المشاركه النسائيه؟ يمكن اكثر، يمكن اكثر. ليكي صار في وعي اكثر، صار في ليكي بدي اقول لك شغله، بلبنان ككل في عندنا المجتمع الذكوري بعده مسيطر ببعض المطارح والمجتمعات. يعني المراه اليوم هي بتثبت حالها، في دعم من اهلها، من عائلتها، من محيطها، والوقت زيته هي كمان بدها تبادر. يعني انا اذا كنت بدي احكي عن سيلفيا، بحكي سيلفيا هي قالت هي كانت بالظل، ولكن هي كانت حاضره مع دكتور وديع الحاج ببيت مفتوح ومستمر. يعني اليوم مؤسس دكتور وديع الحاج الخيريه اللي انا اللي شرف كون امينه السر معه، انا بعرف قد ايه مفتوحه ليس فقط للبسكنتويين، للجوار كمان من كل الامور. اذا بنحكي مستوصف ومركز صحي، خلينا نقول انه ما في يقول بس خدمه مرضى، في يقول بيت مفتوح لكل القضايا. يعني بتعرفي لما بتوطي شان عام بتبلشي بالصحه وبتكملي لامور كثيره. واليوم هذه المؤسسه اللي عندها حضور سنوي بحفل سنوي تخطط اذا بدك الامور الصحيه الى امور انمائيه اكثر، متن تخطيط ونمو الى مؤتمرات. بس يجيكي مجال يعني ما فيك تقولي ايه على شيء ولا على شيء من هيك. اليوم ما بقى فيك تبقي بالظل. يعني سيلفيا اليوم عم بتكون اكثر، عم بتحملك مسؤوليه مسؤوليه كبيره مسؤوليه مش بس على سيلفيا او علي، مسؤوليه على كل انسان عم اليوم يقترع كمان، لانه باقتراع وعم بحملك مسؤوليه. صح، وهيدي كثير مهمة. هي كثير قد ايه عم بتلاقوا قد ايه عم بتلاقوا تشجيع من الرجال اللي حواليكم؟ عن جد ما بعرف شو بالعائلة بالمنطقة كثير كثير حقيقة، لأنه هيدي ما في هيك حدا عم بيزقر مش عارف، لا عم بيشجعها رازي عندنا جو حقيقة. يعني بس كنت كلهم محبين وما في عندنا لا بغض ولا بالعكس، كثير مبسوطين وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه. نعم. طيب كيف عم بتكون الحملات الانتخابيه؟ خلونا نفوت بدي اقول ايه كيف التحضيرات هلا، يعني يلا عم نشهر الاحد إيه. الله رادنا الله يعني رادنا. عم تعملوا زيارات على البيوت؟ ما بعرف كيف بتصير الحمله فوق ببس انت اكيد مثل كل القرى والبلدات في اتصالات. يعني في اتصالات بتصير وزيارات نحن بنعرف انه بسكنتا هي من الضيع يمكن لقلال الناشطه بالصيف وبالشتاء عندها موسمين ناشطين. شو برنامج انتخابي لهيك بلده؟ شو ممكن بعد تحسنوا فيها او تضيفوا على المواسم لتستقطبوا اكثر عالم؟ بدنا نرجع نمشي مركز التزلج، كان عندنا تلسكي نحن ببسكنتا، وبدنا نرجع نقوي ونرجع ايه بقناه بكيش وفي كثير امور، في كثير امور. نعم بدنا معنا برنامج انتخابي اذا بتحبوا تطلعوا عليه. بس قولي لنا ابرز النقاط. هاي عربيكا تفضلي تفضلي. هيدي بس كنت نحن اول شيء بظل جبل صنين يلي هو حاضن الكل، واكيد لما بنقول رؤيه انمائيه يعني الانماء لا يقتصر فقط على يعني البشر، اكيد اساس الانسان بالاسكنتاوي اللي هو صيفا شتاء موجود، وقديش مهم تحضري له البيئه اللي حضنته. فكيف اذا كانت بس كنت يعني المعروفه عالميا من ناحيه الادب الشعر اداريا سياسيا. اليوم اكيد بدنا نستكمل نحن اللي بداوه قبلنا، وهلا نحن كمان بنشكرهم كمان ومهدوا لكم وهن رح يكونوا ايه معنا كمان. يعني قصدي مناصفه رح تكون كمان ثلاثه بثلاثه سنوات. نحن بنحب نذكر ايه لانه الرئيس الحالي هلا رح يكون معنا طانوس غانم، رح يكون معنا المحامي طانوس غانم. حلو في توافق يعني اكيد ما في مشكله تكون يعني انه رئيس بلديه او ثلاث سنين او رئيس بلديه او ثلاث سنين، المهم انه نحن متفاهمين اناث وذكور. يعني في تقدير للمراه كمان في اناث وذكور. بنكمل بنكمل بعضنا اذا بدكم. لكن البرنامج كثير كبير. تكون اول ثلاث سنين هيك بنقول، هيك بنقول اذا الله رضى. بتعرفي البرنامج مرات يعني كثير مهم الانسان يحط برنامج ويلتزم فيه. نحن التزامنا بالبرنامج رح يكون مش لوحدنا، نحن مجموعه اكيد، نحن فريق من 15 عضو مع رئيسه ورئيس اذا بدك تقولي، حتى نكمل اللي بدي اقوله، لانه الاستمراريه
والحمد لله يعني. بس كنت اليوم شافت نهضة كتير كتير كبيرة وبدنا نكملها. هلأ طبعا على الصعيد الإداري عندك المكننة، عندك طبعا المواطن يلاقي يكون عنده تسهيلات أكتر إذا بدك من ناحية الموقع البلدي، عندنا مجلس بلدي يعني مبنى بلدي جديد، وحاليا أكيد المكننة دخلت لعنا ولكن بدها أكتر طبعا، بتعرفي اليوم كل شيء صار ملاحق أو غيره. هلأ عندك بالإنماء الماء متعدد يعني، بس كنت لها طابع ثقافي أدبي تربوي، عندها طابع زراعي، عندها طابع تراثي، نرجعها خريطة السياحية اللبنانية والعالمية، لأنه نحن كمان يعني على خريطة العالم من خلال مخيل نعيمة، رشيد أيوب، ومثقفين عبد الله غانم. طبعا في شيء مبلشين فيه بالمجلس ونحن رح نكمله انمائيا بالنسبة للصحة والبيئة، لأنه إذا كانت بيئتك نظيفة حياتك نظيفة، والحمد لله نحن بموضوع النفايات كنا سباقين ببسكنتا، انه البسكنتاوي ما شعر بهذه الأزمة، واكيد نحن اليوم على خط الفرز. كيف تصرفتوا بالفرز المنزلي؟ وكان عندنا رؤية اكثر يمكن عند المجلس البلدي لبعض، يعني ما كان في حرق للنفايات، كان في فرز انخلق من وجد من خلال متن كمان الاستاذ رازي الحاج ومجموعة بمنطقة المرج، بلش الفرز على يعني المنزلي، من بعد المنزلي تدوير، يعني بلش عنا التدوير، وهيدي كانت فرصة عمل كمان ببسكنتا. طبعا بدي أكمل بموضوع الصحة، طبعا الصحة يمكن المستوصف دكتور وديع الحاج، وعندنا مستوصف آخر كمان، وعندنا خيرة الأطباء يلي نحن بنشكرهم واللي موجودين واللي دايما فاتحين أكيد بوابهم. طبعا عندنا مشروع صحي اكبر من هيك بكتير، ورح ننتقل اكيد للسياحه لانه السياحه كتير مهمه. يعني عندك السياحه مثل ما قالت سيلفيا، عندنا بدنا نرجع نستعيد اذا بدك مركز تزلج بقناه بكيش، عندنا مشروع بدا طبعا دراسته تلفريك على جبل صنين، وعندنا هالترابط الطرقات يعني اذا بدك بين بسكنتا قناه بكيش اللي مربوطه على فقره، ومن فقره على صنين الزعرور، بنصير كمان في انماء لهذه المنطقة، حتى الناس كبيرة تبقى أكثر. ايه مبين قضية كثير نحكي عنها، قضية العقارات كثير مهمة اليوم، بنعمل مسح للعقارات التراثية والعقارات الجديدة، المخطط التوجيهي موجود بس كنت بدنا نحافظ عليه مدينة صناعية. يعني الحمد لله مشاريع كثيرة بدأت رح نكملها، وبالطبع يعني بدي أقول لك طبيعتكم بدأت، لأنه إذا عندكم كل هالمشاريع اسم الله بتكون أكثر من 6 سنين، لأنه عندنا طاقات كثيرة، حرام هذه الطاقات. من بين هالطاقات زميلتنا مريم الحاج كمان بنوجه لها تحية أكيد أكيد، سلام خاص ناشطة ثقافية جدا مريم. نحن بنشوف حالنا فيكم، الله يخليكم، بنتمنى لكم التوفيق عن جد. ب 15 شهر مثل اليوم، مثل على مدى ثلاث احداث لقدام، الكل مدعو انه ينزل وينتخب ويقترع، وهيدا حق ديمقراطي للجميع. وفي حال نجاحكم، وان شاء الله بنتمنى انه عن جد تكونوا قد المسؤوليه وتنفذوا هالمشروع، لانه عن جد بيشغل بسكنتا من هل يعني هي اوريدي ناشطه جدا، بقى وين بدها تصير معكم. يعطيكم الف عافيه. نحن بدنا نشكركم كمان، نحن بنتشكركم كثير، بنتشكر فريق العمل وفيوتشر تي في، اهلا وسهلا كلكم، زول استضافتكم لنا. بس انا بدي اقول شغله، انه اذا اخترنا الوفاء، لانه الوفاء للماضي، وكتار عطيوا بسكنتا، نحن اوفياء لكل من اعطى وخدم، واذا كنا اقوياء بنكون اقوياء مع الجميع حتى تبقى بسكنتا القويه والافضل والاحسن ويلي سكانها واهلها بيستاهلوا. اكيد. شكرا للفيوتشر. اهلا وسهلا فيك. بريك ونرجع. متابعين معكم ومن البدايات حتى النهاية، بالكتابة، بالمسرح، بالصحافة وبالحياة، كان الفنان والمسرحي الكبير ريمو جبارة يغرد خارج سربه، فكانت أعماله تتمحور دائما بدائرة خاصة بعيدا عن المفاهيم المألوفة والتقليد. صعد على الخشبة ونزل منها وحيد، ساخر من الحياة، متمرد على الظلم. بالذكرى السنوية لرحيله، كرمت جامعة سيدة الويزة ذو مصباح ريمو جبارة بإزالة الستار عن نصبه التذكاري، وكل التفاصيل بهالتقرير.
مش عم نكرم ريمون. نحن جامعتنا بتتكرم وقت اللي بنحط تمثال لريمون جبارة فيها. ونحن إذا بعد في عنا شيء بهالبنان نتمسك فيه هو الفن والإبداع والفكر. بعد بيمروا كتير مبدعين من لبنان، بس ويمكن هاي فريدتهم لأنه ولا واحد بيشبه التاني. يمكن بدنا 100 سنة و200 سنة و300 سنة تيجي شخص بيشبه الأستاذ ريمون جبارة. مرت على رحيل ريمو جبارة وكأن الحياة ما عادت تتسع لأحلامه وشغفه، فرحل صانع الأحلام ببسمته الساخرة وانقطفت زهرة الخريف من حديقة المسرح اللبناني. غادر صوت الحرية والثورة والثائر بوجه الظلم والديكتاتورية. فبالذكرى السنوية الأولى لرحيل المخرج والكاتب المسرحي ريمو جبارة، أحيت جامعة سيدة الويزي زوق مصبح احتفال تكريمي بقاعة عصام فارس. اليوم ريمون صار له سنة ميت، كرسي بوزارة الثقافة أو بوزارة التربية ما في باسم ريمون جبارة. متجاهلين أنه في ناس مثل ريمون جبارة، مثل يعقوب الشدراوي، مثل بيرش فازليان، مثل كل هالناس يلي راحوا. ريمون كان عطول ينتقد أنه الفنان لازم يتكرم هو عايش مش من بعد ما يفل بقى. والأنديو كانوا كتير وقفتهم حلوة مع ريمون هو. وهون عم بزعل على اللي عم بيروحوا، مش عم بيكون في بالون يعني حدا نتفي يعطي شوي. خلوني اتسلى معكم، اقتل الوقت يصير فيلم التسعين عالبين، روح نام وما تريدكم، اعطوني ادوار عقدي وما تنسوا من زمان كنت شاب وكنت رح صير كولونيل. لازم الواحد يتعب، ما حدا، ما في شيء بيجي بسهولة. ريمون شق كتير، تعب وتعذب ريمون. أنا وعيت على ريمون جبارة بمسرح وقت ما كنت تلميذ بالجامعة، كنا نحضر كل مسرحياته، كان رائع جدا وأستاذ الكل. خلاق ومبدع وعرف عبر عن تعابير الشخصية الإنسانية إن بالتمثيل وإن بالكتابة بعدين وإن بالمسرح. الممثلون جاهزون والشعب جاهز للتحرك والأصلي كمان. كانت الفيلم يفتح الحيطة. الله يقرأ يا أستاذ. ايش 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 خلال الذكرى الأولى لرحيل الكبير ريمون جبارة إزاحة الستار عن نصب تذكاري قد وضع بحديقة مفكري ومبدعي لبنان بحرم الجامعة بحضور تلامذة الراحل وأصدقائه، فأزيح الستار عن وجه ريمون جبارة الذي عاد ليشرق بإبداعه ويكمل أدوار الحرية والحياة والأحلام. مع أنه جاست كتير حلو، بس نحن مش ناطرين تمثال لنكون صورة ريمون جبارة بقلبنا وبعقلنا وبوجداننا وحتى بتاريخنا الفني، ورح يتدرس لأولادنا ولأولاد أولادنا. يعني ولازم هالطلاب بيجوا يتعرفوا على الكبار، يتعرفوا على المبدعين، يتعرفوا مش بس اللي ماتوا، اللي عايشين كمان. يتعرفوا على مسرحه الأول ليعرفوا مين ريمون جبارة، حتى يجوا يقعدوا عم قاعد ويقولوا له ممنونينك على المسرح. أنا بقدر إذا في وزارة الثقافة بيعملوا عمل ومسرح دايم على مدار السنة ما يوصل لكل الناس ولكل الفئات بألمه وبإخراجه وبتمثيله. نتابع مع تقاريرنا حتى تبقى بيروت لأهلها. حلقتنا بتتابع من بيروت أيضا، تحديدا من ساحة الشهداء يلي شهدت على رفع لأكبر علم لبناني بذكرى 6 أيار ذكرى شهداء الصحافة بدعوة من نادي اللاينز. تقرير.
حوالي هالعلم، واللي جاي من بعيد أحلى وأحلى، ونحن فخورين بهالعلم وبهالوطن. إن شاء الله يكون هالدم اللي راح يكون نقدر نقوم بقيمته ونكون قد هالتضحية الكبيرة يلي هن ضحوها. بدنا هلا هالرؤساء يحطوا عقلهم براسهم بقى ويريحونا، لأنه عن جد تعبنا من وقت ما كنا صغار لهلا نحن تعبنا. سنة مضى على الشهداء الأبرار اللي افتدوا بجرأتهم وحريتهم وصلبتهم أرض لبنان، وعلى درب جلجل مشيوا لأوصلونا للاستقلال. فبمناسبة عيد الشهداء أرادت جمعية أندية اللاينز للمنطقة 351 إنها تترك بصمة بساحة الشهداء لإنعاش هالذكرى، فرفعت أكبر علم لبناني بوسط بيروت لروح كل من ضحى بدمه لأجل لبنان. بلبنان وانه بلد الحرية ورح يبقى بلد الحرية، واذا شيء طلب انه نقدم ارواحنا عنه نحن مستعدين. احنا من اهم اهدافنا هي سلامة الاوطان، ومن سلامة الاوطان هي بالمحافظة على الابناء هالوطن ونضل محافظين على ذكرى ابناء هالوطن. فاذا نحن حبينا انه نخلد لهم نحط لهم تذكار صغير هالعلم اللبناني يضل يرفرف هون، طالما هالساحه مثل ما قال سعاده المحافظ رح يضل اسمها ساحه الشهداء. تحيه اجلال لكل شهدائنا، مستسخرهم بعد 100 سنه وبعد 200 سنه وبعد مليون سنه. لايونز من كان اول الناس يلي تذكروا الشهداء يلي دفعوا دم كرمال خلاص الوطن، كرمال حريه التعبير. للأهل لنعلم أولادنا أنه في ناس استشهدت كرمال نحن نستمر بالحياة كرمال مستقبلنا. بتمنى على كل المدارس أنه يتذكروا ست أيام وذكرى ما انطفت وما بتنطفي، شمعة مضواية على طول. هيدا العيد لازم كان يبقى، ما كان لازم يموت، ما يضل ذكرى الشهداء، نحن كل يوم عم نموت.